في عام 1987 كان في طالب اسمه توماس نور، كان بيحضر دكتوراه في جامعة ميشيغان الأمريكية، وبدأ يكتب برنامج اسمه ديسبلاي على جهاز الماكنتوش بلس عشان يعرض عليه صور الجري سكيل اللي هي الأبيض والأسود. المهم هو بيكتب البرنامج، أخوه الكبير خد باله اللي هو اسمه جون نور، ونصحه إنه يحول البرنامج ده لبرنامج كامل يعدل عليه الصور. المهم أخوه توماس عجبت الفكرة وأخذ راحة حوالي 6 شهور. وفي عام 1988 بدأوا الاثنين يشتغلوا مع بعض، وغير اسم البرنامج من ديسبلاي سماه إيميج بروف. بس في خسارة، ما حصلش حاجة. ليه يا جادة؟ اللي حصل إن إيميج بروف كان مستخدم من قبل، فقعد فترة يفكر في اسم برنامج تاني ولحد ما استقر على اسم فوتوشوب. المهم مسكتش لحد كده، أول حاجة عملها راح قابل شركة بيرن سكان اللي هي بتصنع المساحات الضوئية اللي هو السكانر يعني، واتفق معاها إن يتوزع مع كل جهاز نسخة من البرنامج، وبالطريقة دي يوزع حوالي 300 نسخة من البرنامج. أخو جون مسكتش وقال له ما ينفعش، أخويا الصغير بأحسن مني، عمل إيه؟ خد أول طيارة وطلع على كاليفورنيا، وقابل هناك مهندسين شركة أبل وشركة أدوبي، وعرض عليهم البرنامج، وبصراحة العرض نجح. وفي سبتمبر 1988 شالت أدوبي ترخيص التوزيع، وفي 19 فبراير 1990 شركة أدوبي أصدرت أول نسخة من البرنامج. بس مش لكل الأجهزة، يعني يا جدع كان لأجهزة الماكنتوش بس، وكان سعر الساعة الواحدة بتكلف حوالي 300 دولار للشركة المحترفة عشان تعدل عليه الصور. طب يا محمد انت دلوقتي عمال تتكلم فوتوشوب فوتوشوب وتاريخ فوتوشوب، هو بتاع ايه فوتوشوب ده اصلا؟ الفوتوشوب ده بيعمل حاجات كتيرة جدا بس انت مش واخد بالك منها. الفوتوشوب بيعمل اللوحات الإعلانية اللي انت بتشوفها في الشوارع، الفوتوشوب بيعمل الكروت الشخصية، الفوتوشوب بيعمل اللوحات، الفوتوشوب بيعمل تصميم واجهات المواقع، الفوتوشوب بيعمل الأغلفة بتاع الكتب والمجلات، الفوتوشوب بيعمل الأغلفة كمان بتاع اليوتيوب والفيسبوك، الفوتوشوب بيعمل تصميم معلبات، وبيعمل الانفوجرافيك، وبيعمل حاجات كتيرة جدا. الحاجات دي هنشرحها بالتفصيل مع بعض في الحلقات الجاية، بس أنا حبيت أشرح لكم إيه هو الفوتوشوب وإزاي بدأ أصلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.